ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة غيث وماما. فإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا فيديو من الفيديوهات ديال قناة غيث وماما، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة. في فيديو اليوم فكرة لتزيين مائدة أعياد الميلاد، خاصة أعياد الميلاد ديال الأطفال. فكرة سهلة التطبيق، بسيطة وسريعة التحضير، كتعطي منظر وكتعجب الأطفال. كيتسموا الكيك بوبس، فيها أنواع وأشكال وديكورات زوينين بزاف، كل وحدة وعلى حسب الوقت والجهد والإمكانيات ديالها. اللي اختاريت أنا سهل في الطريقة وفي المجهود في الوقت وكذلك في الإمكانيات. بيسكوي مكون من طبقتين ملصقين بالشوكولا، أهم حاجة ما يكونش كيتهرس بسهولة أو كيتفرتت. ممكن تديروا الأوريو أو أي بيسكوي متوفر عندكم أو كتفضلوه. أيضا غتحتاجوا أعواد خشبية ديال الشواء أو الأعواد ديال المثلجات. أنا ما توفروش ليا بزوج واستخدمت لاباي أو الشلمونة ديال المشروبات، والطريقة مبينة في الفيديو. غير كنحاولوا نخدمه بشوية باش ما يتهرش البسكوي. الشوكولا بيضاء أو سوداء، تزيين هادو كاملين كيبقاو اختياريين. ملي كنساليو كنوضعوهم في الثلاجة حتى كيجف الشوكولا وكيكونوا واجدين لتزيين. ويكون فيديو اليوم فادكم. الى باقي ما اشتركتوش في القناه الرجاء الاشتراك وتفعيل الجرس واعملوا جيم للفيديو. خليوا لي تعليقاتكم انتقاداتكم، والى اللقاء في فيديو جديد. خليت لكم الراحه. الفكره ديال اليوم نالت اعجابكم